الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وهو أهل أن يحمد ويثنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ود إيمان وندمتوتشي أباتناتوتشي أنه سلا عقيدنا إيمان ተከታታይ ምናየው ትምህርት ነው ላይ ምንገኘው ኢንሻአላህ። እንግዲህ ባለፈው ደርሳችን ላይ ስለ ኢባዳ ኢባዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የኢባዳ ክፍሎች ስንት ናቸው፣ ግልጽና ድብቅ ኢባዳ እንዳለ ውስጣዊና ውጫዊ ምሳሌዎችን ተመልክተናል፣ ንግግርና ተግባራዊ የሆኑ ኢባዳዎችንም ጭምር። ከዛ በኋላ ያሰረግነው ያቆምንበት ነጥብ ምን ነበር? የኢባዳ ቅድመ ሁኔታዎችን ነበር ተመልክተን ያቆምነው። የኢባዳ ቅድመ ሁኔታ ሁሉ ጊዜ መረሳት የሌለበት ሁለት አብይ መሰረታዊ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ካለነዚህ ኢባዳ ተቀባይነት የለውም عند الله عز وجل በቁርአንና በሐዲስ ማስረጃ መሰረት ማለት ነው። አንደኛው ስራው ለአላህ ብቻ ይخلاص መሆን አለበት። ሁለተኛው ከሸሪዓው ጋር ይገጥመ بمعنى በሌላ አባባል የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግና ሱና የተከተለ መሆን አለበት። በምን አለበት? የሆነ ኢባዳ ደስ ስላለኝ በመሰለኝ ከክርስቲያኖች ከኩፋሮች ወስደን ከአህል الكتاب ሰርቀን ካል ይሁድ او كذا كذا ሚወሰድ የትኛውም ኢባዳ የለም። ቢድዓቱን ሐሰና ሚባል ነገር ሸሪዓችን ውስጥ የለም። በቁርአንና በሐዲስ በትክክል እንደተረጋገጠው ሙሐቅቅ የሆኑ የሱና ዑለማዎችም እንዳስቀመጡት ማለት ነው። ቢድዓቱን ሐሰና ሚባል ሸሪዓ አምልኮታዊ ነገር የለም ነው ያለው። ሱናና ቢድዓ ብቻ ነው። ሱና ከሆነ አጅር አለው፣ ቢድዓ ከሆነ ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋልና ኩሉ ቢድዓቲን ዳላላ ኩሉ ቢድዓቲን ዳላላ። أما بدعة حسنة عمر الخطاب رضي الله عنه بلو يتناقروا تراويح بتملكته نبي صلى الله عليه وسلم بقلات شو يسقروا نبا كذابها لي هنا مثلاي يوتات شو مجرشة كابي خاصة يتوسنك أنا سقدوا البجماعة كذابها لا فرض داي هون بمسقات أقموا أقموا كذابها لا سو هلو بتنات اللي برمي سقدوا كذابها لا مالتنا በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸው እስካልፍ ድረስ ከዛ በኋላ ማለት ነው። አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐን በዑመርም የመጀመሪያ ጊዜ አካባቢ ላይ ከዛ ተበታት ነው ሳያቸው መለሰና ደግሞ ሰበሰባቸው። ከዛ ምን አለ ይሄን ሂደትና ተግባር ንዕመቱ ልቢድዓቲ ሃዚህ በደንብ ብናጤ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ? አንጻራዊ ለማለት ነው። እዚህ ጋር ጥሩ ቢድዓ ነው ያለው አንጻራዊ ነው። ተቋርጦ ስለነበረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምረውታል፣ ከዛ አቁሟል። ከዛ ዳግም መልሶ ስለጀመረው አንጻራዊ አገላለጽ እንጂ ጥሩ ቢድዓ የሚባል ነገር ኑሮ ሰው እንደፈለገ የሚያመጣው ነገር አይደለም። ሁለተኛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይኩም ቢሱነቲ ወሱነት አልኹላፋ አራሺዲን ካሏቸው መሃል ሁለተኛው ናቸው እንደሚታወቀው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐን። ስለዚህ የሱን ንግግር እኛ አዲስ ነገር አምጥተን በዛ ላይ ቂያስ አድርገን ጥሩ ቢድዓ ነው ብሏልና ልንል አንችልም። ምክንያቱም ማስረጃ ያለው ነገር ነው እና የሰራው ከራሱ ተነስተ አይደለም የሰራው ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ። طيب ሌላ ምን አይሆነ ጥም ምንድነው? وجوب افراد الله بالعبادة አምልኮት ለአላህ ብቻ ማድረግ ግዴታ መሆኑን በተመለከተ ነው። يجب على كل احد افراد الله تعالى بالعباده بجميع انواعها ማንኛውም ሙስሊም ወንድና ሴት ላይ ማንኛውም ሰው ላይ ማለት ነው ማንኛውም ፍጡር ላይ አላህን ስብሐነሁ ወተዓላ በአምልኮት ብቻኛ ማድረግ መነጠል ግዴታ ነው የሚሆነበት። አምልኮት ሲባል بجميع انواعها ሁሉንም የኢባዳ አይነት ነው። فلا يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل የትኛውንም የአምልኮት አይነት ከአላህ ውጭ ላላ አካል ማበርከት የለበትም። لا لملك مقرب አላህ ዘንድ ልዩ ቅርበት ያለው ልዩ ባለሙያ ባለሟል የሆነው መላእካም ቢሆን መላእክም ቢሆን ولا نبي مرسل ወደ ሰዎች የተላኩት ነቢያቶችም ቢሆኑ ولا لولي ለወልይም ቢሆን ለአላህ ወዳጅ ولا لغير ذلك ከነሱ ውጭ ላለም የትኛውም አካል አምልኮት መፈጸም አይቻልም። ለአላህ ብቻና ብቻ ነው አምልኮት መፈጸም ያለበት። بل عليه ان يخلص دينه كله وعبادته لله عز وجل ليكون امانيو كما كعند مسلم كعند امانيو من دنا يتطبقوا كمانኛውም يا الله باريا يتطبقوا من دنا وسو املكوتو حيمانوتو لله بቻ ጥርት አድርጎ ማገልገል እንደዚሁም ደግሞ املكوتንም لله بቻ ማድረግ መቻል አለበት። ولهذا كان اول امر في القران هو الامر بعباده الله
تعالى وحده وترك عبادة ما سواه بمهونم يتنسانو بقرآن يا أقمامت هدت وست يمجمّر أنكس يمجمّر تأزازنا يمجمّر كل كلام عندنا كتبالة في القرآن يمجمّر تأزاز الله ببتشن ينت مملك اندال لبن يميازسي هون يمجمّر كل كلام كالله وجي لليلة أكال أملكوت ما بركت يتكلك كلامهنون يميملكتنا يهن يوم سورة البقرة هيا عندن يونا هيا هلتن يونا قصلاي من يونا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يمجمّر تأزازي هنا أول أمر في القرآن القرآن يا كمامة إيدة الدرجة يمجمّر تأزازي هنا هيا عندن يونا قصلاي سلمات أمالتنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم إن أنت يسو لجوج هوي قيتاتشه انت قزو ما أننا نطر يا درجة الله لسو لجوج لألم بملان مسلمون كافر وسائل لي هلهم مانين يوم يسول جن يملكتان يا آدم لجن يملكتان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إن أنت نفتراتهم قيتات قزوا والذين من قبلكم كأن أنت بفيت يألوتن فترتات هلو يفترون قيتا لعلكم تتقون يفتر ربت ممكنات من دنو السن لتتنككوا تأزازهم بأقباب لتتكبرونهم كذا من الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كذا كل كلا يمجمّر كل كلا فلا تجعلوا لله أندادا الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير لا الله أتشا مساي أندادتا در قلت وأنتم تعلمون إياوك أتشوه منون أتشالي هنا ميمسلو كالسقا بأملكوت ميستكاكل دليل إياوك أتشوه مالتنا طيب إذن أملكوت مفلس أميال لبت لا الله سبحانه وتعالى بتشانوك الله وجل الله قال من مادرق أيتشالم مفلس أميال لبت أملكوت لا الله هنا النزا ملكا مسويتش يكبر هلو بأقبابو مكبر يالباتشو منقلنا طريقة بقرآننا حديث تقمطال نبياتوشن ملائكاوشن اندازي هلونم انديت ما كبر انده اللبن انديت بالنسو ما من انده اللبن بسر نسرعاتو تقمطال بقرآننا بحديث بزا مسارت نجي يامال لنونال يازام لنونال بنا النسو انكتتا ملمن انشلم أما لا جاصلاً شما قل لي ممرت ميتشلو الله ما اندم يامال لد ميمرت أمان الله إذن متأيك يالبت كالله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه أما لا جنة السوزنت بس فيك أرنجي أي تشالم أي تكمم إلى الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعة وكم من ملكة من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا بس ما إلي يميقنيو سنت الناس انت ملائكة وتشالو إلى الله سبحانه وتعالى ملائكة وتشالو ينسوا أما لا جنة الناس شمقلنا من ما يتكمم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الله لا شو كفك أدابها لا بهون نجي كما لا أكوش ملت تملكت أما لز ما هنا شما الله زن يتقام يقربوا يتكبروا بعلى موالنات أقل قايو سنات فلا الله سبحانه وتعالى إن السمكان من ما درقا يتشلوا ميلا إلا من بعد إذني كفك كالفك أداب بس تكر مهون يتشلمنا إلا من بعد أن يأذن الله الله كفك أدب هذا يوم لما أنهم يفكروا لمن يشاء السلاء فلقوا ويرضى لوددوا سوينجي لما أنهم ما لا جنة يلم إذن كالله ننجم التأيك ألبت كموتان كأولياوك كنبياتوك كملائكوك متأيك من نقر يلم بالبيتو الله سبحانه وتعالى سلوانا إذن عملكوت مفلس أم يلبت لما أنه لا الله سبحانه وتعالى بيتشانا طيب أهم قدتلو يا عبادة أندان مساليوتشن أني عندند هي عبادة مثالية وتنني بعض أنواع العبادات بتلاقيك في البزيك في المكان الجرسم بهك أتلاقيك في الوتشم عبر الملكة تعالى إن شاء الله عندي مجمرون الدعاء إني دعاء عبادانا كم يقرأ ما تشوف كأملكوت أينت بأ الله لاي مجارات مفلس أمبت يا أملكوت أينت لكو دعاء صلاة لا يندهني تاونو عندنا يسجدان عندنا يسجدم صوم لا يمجارات تاجني بأبزاني ليش معبادة وتشلي قن تلقوا بتأم كفتين ياو أملكوا تشجر يتفصل من بيت أملكوا تأينت بنور يا مجمرة وجنبارك قدموا دعاءنا دعاء بزونا قرروا تستيق كتتالو صلاتهم دعاءنا وليش معي أملكوا تأينتوش الدعاء طيب دعاء من دنا هو طلب مقرون بالرغبة والرهبة والحب والتضرع والتعظيم دعاء مبالو من دنا إياك ما قربنا لبلا أكال إياك ما كربنو بمن أين تملكونه إياك ما كربو ما كربو بتسفى بفرهات بوديتا
بمتنانس بماكبر يتتأمر انزي النقروش ييزو عبرو انزي النقروش تتأمرو يميكربت إياكينا. وهذا الدعاء يعني أملكوت يعني لمنا ميبالو هنا دعاء ميبالو اجنا نستهندسو يوننا كالسي لمن من ألا بكفتنيا في اللاغوت كجالوت بكفتنيا فرهات بكفتنيا وديتا ليت بالملكو متنانس انزي هم بماكبر لا يتمسرته يتياك عينتنه دعاء ميبالو. ይህ ዱዓ ከአላህ ውጪ ላላካል ማበረከት አይፈቀድም። فمن دعا غير الله كالله وجه لنا قال يتطرى واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله كالله بستقر مانن فطرته فطرته بما يشلوت ነገር كالله وجه لنا قال درسولኝ قال مسفرتو لببلو درسولኝ ብሎ ምን ጉዳይ ላይ ነው درسولኝ ማለት ሽርክ ሚሆነው ምን ጉዳይ ላይ ሲሆን ነው አላህ እንጂ ማንንም በማይችለው ጉዳይ ከአላህ وجه لنا قال درسولኝ ማለት فهو مشرك ولو قال لا اله الا الله محمد رسول الله من منك لا اله الا الله محمد رسول الله بيلم اغاري هنا ليهن قال افرسوا لنا وصلى وصام وحج من منك ام بيسجد صوم بيصوم حج بيادرك يهن ميصرر نجر بما بمسراته يتنسى بما تكبر يتنسى ايمان واجلهم لمن لان الدعاء عباده ولا يجوز صرفه شيء منها لغير الله املكوت دعاء أملكوت نو كالله وجل الله كال لما أنما بركت أي تشالم نو. والدليل قوله تعالى لزيهم ما سرجاء الله كال من إلى الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قيتاتهم من ديه بلوهال أنين لمنون ملاش ستاتشها الله ونعلي ما نلمنوا له أنين نالي الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أنين كمام لك يميكورو سوج من بمادرك ጥራሽ አላህን መለመን የማይፈልጉ ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ ከአላህ ውጪ ሌላ አካልን የሚለምኑ ሰዎች سيدخلون جهنم داخرين يتواردوا هناو جهنمን ይገባታል ለአላህ ከሃዲያን ስለሚሆኑ አማጽያን በመሆናቸው የተነሳ ነው وقوله سبحانه እንዲህ የሚለውም ቃል ለዚህ ማስረጃ ነው في سوره الجن من الى الله وان المساجد لله يا املكوت سفراوች يا املكوت بوتاوች መስገጃ ቦታዎች ሁሉ ያላህ ናቸውና ንብረትነታቸው فلا تدعوا مع الله احدا ከአላህ ጋር ማንንም አካል እንዳትለምኑ እንዳትገዙ የሚለው እንዳትለምኑ በሚለው ተገልጿል ለምን ዒባዳ ወሳኝ የዱዓ ወሳኝ የዒባዳ ክፍል ነው ቆንጮ ማሰሪያ ነውና ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الحديث الذي رواه الترمذي مناله الدعاء هو العباده دعاء مالت ارسوا ملكوت نهالو إذن يا دعاء يا أملكوت وانا كنتو ما سريع دعاءنو مدرق ياللبت مفز أم ياللبت لأ الله سبحانه وتعالى بتشانو الله من أسكر طبنا ولا ليلة من نهينا الله من أسد نصبنا أنين لمنو يني ملتسات أتشهلو بك أتتانا يالو تملكتو اندوم من إلالو ولما وتزيوه تالي الله ادعوني أستجب لكم سيل ملسون ጌታችሁ እንዲህ ብሏል ብለህ መልእክት አስተላልፈና ያላችሁ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብላችሁ ብቻ አይደለም ጌታችሁ እንዲህ ብሏል እኔ ለምኑኝ መልስ ሰጣለሁ خلاص ቀጥታ ያላህ ንግግር ስለዚህ አምልኮት ከሚፈጸመው ለአላህ ነው በግንባር ቀደምነት ዱዓ ትልቁን ቦታ ይዛል ሌሎች እንደዚሁ አምልኮ የዒባዳ አይነቶች አሉ እነሱንም ኢንሻአላህ በቀጣይ ክፍሎች የምንመለከት ይሆናል الله سبحانه وتعالى بسمانه وتتقاميك يادرغن أملكوتن لسو بيتشا فتصاميوك كشرك من رك الله سبحانه وتعالى يادرغن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد